شريت حق على الشياع، دخلت على تقعيد الاحتياطي، شريت ديال الزوج ديالي، حفظته سجلته، المهم كل شيء هو هذاك. الضريبة مخلصة، تصفية جات مزيانة، كل شيء عندي مزيان، ما عنديش ذاك الحق فيه حتى شي حاجة، حتى شي حاجة فيه. دخلت على تقيد الاحتياطي، تنط خرجت لهم، بلغت دوك اللي على الشياع، بلغتهم كاملين 11 الواحد، حتى من المحافظ، حتى من دار الضريبة، تما بلغهم بعون قضاء، بعون مفوض قضائي. بلغت لهم في الأول ما جاوش، بلغت لهم في الثاني ما جاوبوش، في الثالث ما جاوبوش، في الثالث كانت عندنا جلسة. نهار الجلسة حط المحامي الورقي المذكرة ديالو، حط ورقية، حط شهادة الملكية. الرئيس شاف هذاك الشيء، قال له ما بغيت شهادة الملكية جديدة. درت خروج انهاء على الشياع، نخرج بوحديتي على الشياع، عندي حق. تتفاجأت ذاك النهار فاش خرج وخروا لنا الجلسة، مشيت نجيب شهادة الملكية، لقيت جوج الناس ديجا باعوا الدار في المزاد العناني، وعطوا الشياع فلوسهم، حطوا لهم في المحكمة وحطوا الفلوس بسمية الملكية اللي شريت بها أنا، سمية الزوج ديالي ماشي بسميتي. تتفاجأت، مشيت لعند النوطر، قال لي ما يمكنش، داروها لنا فوق راسنا، ما يمكنش. انا حفظت لك مدام وسجلت لك وحفظت لك، ولاني هادشي ما يمكنش. سيري للمحافظه عاوتاني سول، مشيت للمحافظه، محافظ بقى تيقلب، قلب هنا قلب، مشى معايا الاخ ديالي الكبير الحاج، قلب معايا شويه، قال لي الشريفه راه عندك جوج الناس هنايا هما اللي شراو الدار، كانت في المزاد، كانت دعوه، راه كانت في المزاد، وهي الدعوه كو كانت كو انا ما يحفظليش النوطير ديالي، كو كانت فيها شي مزاد العلني كو ما يحفظليش، ما يسجلليش، غيقول لي الشريفه راه عندك فيها دعوه وفيها ما تدوش، ما غاديش يحفظ لي، ما غاديش يسجل لي. واخا من هذا الشيء كله المحافظ قال لي سيري الشريفه، ما عندي ما ندير لك، سيري ديري محامي وانت سيري القاضي، انا ما عندي ما ندير لك، لقيت جوج الناس انا ما عندي ما ندير. قلت له يقول لي استاذ واش انا في شهاده الملكيه، واش كاينه في شهاده الملكيه ديالي؟ قال لي ما كايناش، انت كاينه شهاده الملكيه ديال هاد جوج الاشخاص اللي داو الدار على الشياع، اللي ردوا على هاد الوراثه. انا شاريه ما وريتاش، انا شاريه وحفظت وسجلت. تتفاجئ شهاده الملكيه من مورا يحفظوا، ومني تمشينا دابا المحافظه تيجريو عليا تيقولوا لي انت ما كايناش شهاده الملكيه. راه هاد شهاده الملكيه خصني نعرف هي انا، علاش حيدوني من شهاده الملكيه؟ انا كنت شهاده الملكيه، كيقول لي المحافظ تيجري عليا تيقول لي سيري بحالك، ما كايناش شهاده الملكيه، ما كايناش انت يا كاع. دابا انا خصني شكون؟ خصني نصفوني، انا ما عارفاش راسي من رجلي. هذا هو المشكل، وانا ما سنيت، ما درت تنازل، ما جاني عون قضائي، ما حتى شي حاجه، وحفظوا من مورايا على هذا المحافظ. ملي مشيت حفظتي لهم المحافظ ولا هذا النوطير ديالهم هما، ما شتيش هاد السيده اللي شاريه، شتي غير السيد اخوكم اللي بايع لي. كنا شد سيدنا يوقف معايا، الله يشافيه ويعافيه، راه عزيز علينا والله يخلي له صحيحته، وراك عزيز وغالي عندنا وتاج فوق راسنا، وتناشد المسؤولين دمكناس القادة حتى هما ناس مزيانين، وليني دابا راحنا دخلنا للقادة. وانا كنت درت الخروج على انهاء الشيء، تتفاجأت بديك شهادة الملكية انا ما كايناش، والبارح تتفاجأت بعدم قبول الدعوة، ما عرف تتصدمت. خصني نعرف انا علاش حيدوني من شهادة الملكية. انا ملي تمشي للمحافظه كيجري عليا المحافظ تيقول لي الشريفه ما عندي ما ندير لك، سيري بحالك. دابا اللي عنده شي دار ينوض يقلب على راسو، راه خصكم تجبدوا شهاده الملكيه من شهر لشهر، راه الناس راه الا كنتو ساكنين شي دار راه يقدو يبيعوكم ويشريوكم نتوما ساكنين فيها، يزوروا لكم اي حاجه ممكن. دابا انا شهاده الملكيه ما عندي ما ندير بدوك الوراق ديال النوطير، ضاعت فلوسي وضاعت في كل شيء، وضاعت في التحويض، ضاعت في السجل، ومن هذا الشيء الباب اللي دقيت عليها تيجريو عليا، الباب اللي دقيت عليها تيجريو عليا. احنا دابا باقين في القضاء، وتنحترم القضاء دمكناس، وتنحترم السيد العامل اللي وقف معايا حتى هو. هذا الملف راه ما غاديش نسكت عليه.